أحمد طرابلسي المندوب الجهوي الفلاحية بالقصرين بالنيابة، عرفه خاصة التحكم في مياه السيلان بولاية القصرين. احنا موجودين لهنا على الموقع ان شاء الله اللي باش يقع عليه سد بلعابة. ان احنا في القصرين عندنا حوالي 22 سد، منهم 19 سد تلي وزود سدود كبرى، وعندنا حوالي 99 بحيرة جبلية ضم الكل للتحكم في مياه السنان اللي هي حوالي 27 مليون متر مكعب متحكم فيه احنا سنويا حسب وحسب التغيرات المناخية والشح المائي. أنه كل ما هي منشأة للتحكم في مياه السنان هي عندها دور كبير خاصة في ولاية القصرين اللي هي تعتبر من المناطق الشبه جافة. عندنا سد بلعابة هو تبرمج منذ سنوات، ولكن في السنوات الأخيرة بدأت الدراسات منذ حوالي تو 3 4 سنوات، وحاليا أنه عندنا طلب عروض للدراسات طلب عروض عالمي للدراسات المعمقة. والسد هذا باش يكون الكلفة متاعه حوالي بين 45 50 مليون دينار، معناها 50 مليار، وعندنا باش نتحكموا في حوالي معناها تكون الكاباسيتي نتاعو معناها طاقة الاستيعاب نتاعو حوالي بين 40 و45 مليار متر مكعب من الماء، باش تكون معناها حوله منطقة سقوية في حدود 400 هكتار، وباش يغذي خاصة المائدة المائية اللي هي موجودة من القصرين حتى السبيط، لو اللي نعرف أنه المواد هذه مستغلة فلاحيا بنسبة 100%، ومع التغيرات المناخية باش يكون عنده دور خاصة على الواحد. زادة باش تكون المنطقة الصناعية باش تتزود منه، عن الحماية المدنية، عن خاصة منطقة بلعابة ومنطقة سيدي حراث وبزقام، زادة باش تكون فيهم مناطق سقوية مباشرة من السد. وان شاء الله في غضون خاطر الدراسات نتاع المنشآت الكبيرة هذه نتاع التحكم في مياه السيلان واللي هي تتطلب دراسات معمقة تكون بين 2 و3 سنوات لإتمام الدراسة، وبعد إن شاء الله نبدأ في الإنجاز. ما هو عندنا زوز مناطق باش تكون، اللي هي في المنطقة العليا نتاع السد اللي هي تابعة خاصة معتمدية سبيطلة، والمنطقة الثانية هي اللي من سيدي بولعابة وسيدي حراث والعريش، هذوما كلهم باش تكون فيهم مساحات للمساحة المبرمجة حاليا تو اللي هي في أعلى السد حوالي 400 هكتار، والاخرى باش تتجاوز حتى 500 هكتار معنا مباشر وغير مباشر، وباش يكون انه تغذيه المائده معنا الابيار سواء العميقه ولا السطحيه باش المائده الماء نتاعها يطلع، وثم معنا باش يكون السقي المباشر ديريكت من السد بالقنوات. باش يكون عمنا خاطر حسب القيمه الواحد معنا قيمه الهكتار معنا يتكلف بين 15 و20 مليون حوالي، بانا باش تكون المنطقه السقويه اقل حاجه باش تكون بين مليار ومليار ونص مليون. وحسب التجربه اللي موجوده بخص المنشات الكبيره للتحكم في مياه السيلان، انه ما عندناش اشكاليه مع التمويل خاصه من اللي باير دو فون معنا الممولين من الخارج، وكانت التجربه ديما لكن تكمل الدراسه راهو يخص التمويل ما خاطر حتى احنا عندنا التجربه انه في القصرين كان سد خنقة الجازية معنا زعما بدا ران النور باش يبدا في الانجاز، لكن الواحد معنا حسب التجربه اللي موجوده وحسب اللي متعامل به انه يخص التمويل ما ثماش اشكاليات خاصه في الانجاز. احنا خاطر احنا تو اكبر سد لهنا في القصرين يهز حوالي معنا بين 7، وعندنا الثاني معنا 11 مليون متر مكعب، معنا باش يكون هذا معنا في حدود 40 45 مليون متر مكعب معنا من السدود الكبرى اللي هي تتطلب تختم عليها الجهه باش يتم انجازه.